يسأل السائل يقول: أطرقت أخي مالاً لمدة طويلة، هل أخرج على ذلك المال زكاة أم لا؟ أعد السؤال. يقول السائل: أطرقت أخي مالاً لمدة طويلة، هل يجوز لي إخراج زكاة المال على ذلك؟ إذا كنت متأكداً يقيناً أن هذا المال سيعود لك فأخرج الزكاة، وإذا كنت لست مستيقناً أن يعود هذا الزكاة في وقت فاتركه حتى يأتيك المال ثم أخرج عنه الزكاة.